ابو مية بشر شلونك بالامتحان؟ مية اليوم مية مية والله مية. وقف لي مسارا 600، شلونك بالامتحان؟ روح اسال الامتحان قل له شلونك بمحمد؟ حليت حل ما صاير من قد ما حليت زين حتى السؤال الثاني جاب. المهم السؤال الاول شلون حليته؟ شنو كتبت؟ لا هذا ما جاوبون علي، شوف ما قرأت السؤال يقول لك اعبر مايتي، عبرت على السؤال الثاني. وقف وقف، ذكر عدل، اعرب مايتي مو اعبر. هو شنو؟